يا مساء الخير والعافية على كل متابعي قناة طليعة الفضائية، وهي حلقة جديدة من برنامج كورونيات. ويا ربي رمضان مبارك على جميع العراقيين والصحة والسلامة. مساء الخير عليك دكتور، رمضان مبارك. مساء الخيرات على المبدعين الشباب والصحة والسلامة العراقيين كلهم، ورمضان كريم. شلون كانت معنوياتك بالحلقة البارحة؟ والله عجبتني، كلش حلوة كانت. يعني بدأوا يتطورون الشباب، يعني اكو 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 تغيير. البعض شفنا التغيير بالتعليقات الإيجابية، الحمد لله إيجابية، فيديوهات جديدة تنزل. اي نعم نعم، ألف مبروك على الشباب فعلا. يلا نبلش رحلتنا، نبلش رحلتنا مشاهدين الكرام ويا الشباب الموهوبين اللي دزونا المشاهد الكوميدية اللي تخص كورونا والحجر الصحي. خلينا نشوف أول مشهد وراجع لكم. يابا هلا، هلا بك. شلون الصحة؟ الله يحفظك. شو اخبارك؟ الحمد لله. يابا اليوم جبت الشهر 13. وفلوس ايجار وين؟ يا اخي منين اجي لك فلوس ايجار؟ قاعدين وشغل ماكو، تعرف حضر تجوال. والله كان هذا الحكي ما اشغل بيك، انا ادي فلوس الايجار، اعطيني الايجار مال البيت احسن. احمد والدك اقول لك ما عندنا يا اخي، مو على شغل. احمد والدك دبر لي اياها، دبر لي اياها. حسبي الله ونعم الوكيل. شلون الامور هذه؟ نعم هذا خوانه. كيفك يا ابو جيناك؟ ايش بيك؟ هكاي فلوسك بس على كيفك من العالم بالايجارات. عم 13 يوم همين انت بالراهي. اي والله جت عدله. زبن شدد فلوسك وكل شيء عندك. شدد بابا، روح بابا روح. يعني هذا ما يخافك؟ شبيك هسه؟ شبيك يا اخي؟ صار 3 ايام جيت من الصين، انفلونزا وكحه وسخونه. كورونا هذني كلهم ما اخاف منهن، يخاف من الكورونا. تحياتنا للشباب اللي دابوا ومتحمس للفيديو. شنو هاي بيرعب بإثارة كذا بالاخير؟ كل الأسلحة مخوفة العطسة. أي استعمل أداة المفاجأة. مين جاب هالأسلحة كلها؟ يعني هو يعني أنا ما بالنسبة لي ما أحب انتشار العنف. أي غلط. صح، هو جاب الأسلحة والأمور، كان يقدر يستخدم وسائل أخرى ويستخدم. يعني صار البوكس قديم تسعيني، من التسعينات تذكر دكتور؟ كلش قديم. وين منين جبته؟ جابه بعد وين. مشهد حلو، المفاجأة، اعتمد على أسلوب المفاجأة. لكن أيضا أنا ما أشجع قضية العنف. العنف والأسلحة. يعني الحمد لله والشكر ومبروك عليهم، حلو كان المشهد. مبروك عليكم، بداية موفقة. نعم. يلا مشاهدين الكرام نروح نشوف المشهد آخر، راجع لكم. زين قول شنو هي؟ احنا العراقيين تجاوزنا حروب وفيروسات. اذا واحد قال بيها كورونا ليش فصل بقى؟ تعال بوي، تعال وراي. وراي. وين اطلع امشي مالتي شوي؟ ليش شنو لابس بوي؟ كورونا وتعرف بعد امراض. بوي امشي ارجع دبن، شنو؟ ماك كورونا ارجع. بوي يعني لا دبن دبن ماكش ارجع. بوي ست شهور قد سوى عملية جراحية. يا امراض. بوي ماكش زعني زعني. ان شاء الله راح ازعل. ان شاء الله ماكش. ماكش. الله يسلمك. يا ابويا ماكو شيء. يلا اخذ الباب وياك. اخذ الباب وياك. الله يكرمك. ها ابويا خالك؟ ابويا اصحى البيت.
شنو؟ صار بيه كورونا. وين كمان؟ واتمنى ما حد يروح مثل غلطتي. ولبسوا وجهالكم وشوفوا كمامات. الوقاية خير من العلاج. طبعا فعلا الوقاية خير من العلاج، ولاحظنا كثير ناس مهتمت لهذا الفيروس وبالاخير لصيرون مثل والده اللي بالاخير تندم بعد ما ابنه صار بكورونا. شو رايك بالمشهد؟ ما في كوميديا؟ لا لا طبعا ما في كوميديا، ومشهد بسيط كان. لكن استاذ سمير اكو اشاره ما كتبتها بذاك المشهد حقيقه عجبتني، موضوع الايجار، مشهد الاسلحه والايجار. نعم. الايجار اكو مواطنين كثير يعني عفوا الناس من الايجار، واكو بيهم ما عفوا، اكو به معفوف طبعا يعني طبعاً. قد يكون هو عده سبب، لكن اللي لازم احنا نبرز ايضا برنامجنا تقدم الف شكر للمواطنين اللي ايجارات اللي عفوا المواطنين ايجارات وشعروا بحاله المواطن الاخر، شعروا بحاله مواطن الاخوه انه ما يعني ما يقدر يطلع بين يجيب، فكان شعور جميل موضوع الإيجارات، أتقدم منهم بالشكر الجزيل. نرجع لهذا المشهد. هذا المشهد يعني ما أقدر شو أقول لك، أقول لك بكوميديا ما بي أي كوميديا، بس بي توعية للمواطن، شيء جديد يعني أي وإحنا نريد بالمجال الكوميدي. ليش مجالك هذا الموضوع يعرفوا الآن المواطن صح، لكن لما نروح بالمجال الكوميدي حيستقبل المواطن أكثر. إذا ننصح المتسابق حاول تسوي لك مشهد ثاني بس كوميدي، شوفنا شلون راح تضحكنا وراح تضحك الجمهور. مشاهدين الكرام ننتقل الى مشهد اخر وراجع لكم. تعال صعد، خل اسولف لك بالبيت. عمي رحت للصيدليات ادور على شفوف وكمامات، قال لي بالسعر الخيالي، وانا قبل صاعد عد السكه والنوب سالت على باكيه الكمامه وهم طلع بنفس السعر الخيالي، وانا صاعد عند الضغط. وبعدين لزمتني المفرزه وقصوا لي وصل 100، لو صار بيه كورونا ولا هالطرقعه. الوباء عالمي ما حد جاي يشوفه، هو اضعاف النفوس اللي يستغلون الناس بهيت ضرب. هواي استغلوا الناس ككفوف وكمامات معقمات كل صارت اسعارها. نعم ما في كوميديا. لا طبعا ما في كوميديا ولا كوميديا ولا يم الكوميديا. يعني الولد عنده فيديو حلو، هذا الولد عمال شمس شمس شمس. اتمنى يتطور ذاك المشهد، يعني خلي الشمس والقمر يشتغلون عليهم مره ثانيه طور المشهد. اما هذا المشهد توعوي ما توفقوا اياه. لا يعني ما اعتقد، بس اشاره انه الغلاء لل يعني غلاء الاسعار الاخوان الصيدليين طبعا بدون شك اكو بيهم وزعوا مجانا، اكو بيهم الان مواطنين يشترون ويوزعون دا شوفوا انا يعني الحمد لله والشكر. والمواطن محتاج هذا وش عنده طالع يومي يعني أكيد. لازم كل ما تطلع ترى عندك تشوف ردك كمان. اي والله صح زين يعني يلا بالتالي الموفقيه للجميع. قلنا بس وفقت بهذه الحلقه، حاول تشتغل اكثر على الكوميديا. خل نروح نشوف مشهد اخر وراجع لكم. الله يا ابي وين المدمنين مالنا راجل؟ عمي عم عوف الحظر عند كافة الاراجيل، معسل بالنعناع معسل بالتفاح، اقعد بباب بيتك ونرجيلتك علينا، لا تروح للقهوة حظر. تعال يمي اونسك يلا، وكما قال الشاعر لي احباب قلب تسوى من كرونه، وقلب رون طالع من كرونه، واذا قلب خايف عليك من كرونه نموت اثنين نسوي. الله الله بس الشاعر ما عرفه شو شلون يدخل تقوم مسخونه. اي والله بس الجدر يقعد الا على ثلاثه، نحتاج لنا بعد واحد. والله لا خليكم كلكم تطيحون بيه خرافاش يعويكم، وينك كرونه؟ شوف المذعون يتلفت. تعالوا لك تعالوا لك شاركني همي تعالوا لك. هاي نعناع ولك هذا ولك هذا ما يتعب نعناع عربي مدمن مدمن تجيب ما يصير من حق عليك بس لا تجيب من خالي لازم الحظر اثر علي كلش موتني شلونها ولك خفش ولك هيك مضبوط هاي دوم كون كلها هيك هاي موتش لعيوني
وخادم من عيوني لسنوني. يا بعد قلبي. السلام عليكم. هلا عم شنو بس طلعت النوارقي كيف اجتني؟ اكيد انت مدمن ما نارقيله. لا عزيزي انا بخليه الازمه وتصطبيه هسه. خلية الأزمة؟ شلون قاعدين العراقيين؟ عمي درا شين هالخرافات؟ وينك كورونا بالعراق؟ ما ادري لوين؟ هسه تصطوية اكو حالة مشتبه بيها الكورونا. والله انتم خبصتونا، البي جلطة قالوا كورونا، التمرض قالوا كورونا، عمي تبطل هالخرافات؟ شلون نبطلها عيني؟ هذا أصلا واحد من أقاربه توفى لأن بي كورونا. شنو؟ إيه؟ أنت أكيد ما تستحي. او عسى جماعتي يفرون فر لك ويقتلونك هنا. وين جماعتك؟ من يوم تايجح عندك؟ هاي جريجر ارتاحت، تحياتنا لك، عافية عليك، شاطر. طبعا جريجر من محافظة ذي قار الناصرية. هو ما أعرف اسمه شنو، هو مشهور بهذا الاسم. طبعا تحياتنا له. شو رأيك بالمشهد؟ حلو، اعتمدوا على الممثل الواحد طبعا هنا. هو بس هو البقية هو يعني كانوا مساعدين له، وأداء كل جبين، أداء متمكن، صوت واضح، صوت واضح، كاركتر حلو أيضا، ابتسامة جميلة يعني اكو اشياء بسيطه. اذا كان مستقبله حلو، مستقبله 100%، انا اقول لك اذا يظل يتواصل حيكون هذا له شان. متمكن جدا، ادواته متمكنه، عنده متابعين هواي يعني ما اعرفاني. متمكن جدا، ادوات تقنيه مستخدمه جدا، لكن هاي الحركه ما اعتقد اذا كان يبعد عن الدخان. انا حسيته انه هو، لا تنسى دكتور انه هم صوروا المشهد بالحضر، يعني ماكو دا تشوف الشارع فارغ، فهو لان مسافه قريبه انت توقعت انه هو دا يغمه، لا هو دا يوخر الدخان من يمه، لان نعم. هو نفخ فسوى هيك على مود انه الدخان ما يجعل. انا وصلت لحالتين، هو اساسا شخصيه سلبيه بهذا، هو سلبيه اي بس هو ايضا يخاف على نفسه يعني، حتى كان سلبي بعدين هو رجال مو قاعد بيه، هو قاعد بيه صار فيه، فانطيته يعني اعطيته تبرير ليستخدم، واذا استخدمه هذا خطا. اذا كان يستخدمه كان يقصد أن يغمهم هذا خطأ. لا هو بس إذا كان يبعد الدخان، لأن عمد ليه ينفخ بوجه يخاف من كورونا، هو حالة سلبية شلون يخاف من الدخان؟ المفروض يستخدم. لا مو هو يمثل يعني قامه بالحقيقة يعني. بالتالي تحياتنا إليك يا جريجر، بس بشرفك عود قول لنا اسمك الحقيقي، لازم نعرف اسمه الحقيقي اللي هو يحب النكنيم يعني اسم الشهرة مالته. تحياتنا إليك ابن الناصرية، خلنا نشوف مشهد آخر راجع لكم. شبيك مريض؟ مريض بيكروني اسمه بس لا تقح ابوك في واروح لك مولا جراش حتى الميت يرجع. انا جاي على مدرجلي اريد اتخليه محبس بدعي مولا. هاي بعد المولا واني فدوى العينك، اريد ما اشوف لي رجال يسترني. وتاخذين قفل فدوى العينك بالمفتاح وذبينه بالشاط، ومن تمشين تصيحين يا سبت يا مسبوت زوجني قبل ما اموت. يا سلامات شيخنا على الله وعلي. هذا مريض بيه مرض بس ما ادري شنو المرض مالك ابني؟ شبيك بكورونا؟ مع كورونا؟ لا مرض كورونا، ها مرض سبعت يوم تموت. هذا فيروس جديد. رجعنا وياكم مشاهدين الكرام، وشاهدنا مصطفى السيد طبعا موفق ايضا. حلو مصطفى السيد وفاتن الورد وسنا نجم، طبعا هذول يشتغلون مسرح يعني حلو، شاركوا مو مبتدئين. حلو انه واحد مو مبتدئ ويشارك ايضا. شكو بي انه تنضاف الى اضافه للشباب ومشهد متكامل. راد يوصل لنا اكو فتح فال، اكو ساحر، كل نقدر الهين بس الكورونا خلوه ونهزم. حلو جدا، والف مبروك لهذا المشهد اللي كان تقريبا مصطفى السيد اللي نفذ هالمشهد. دكتور شو رايك بالمشاهد اللي مرت علينا بشكل عام هاي الحلقه؟ اكو تطور دا يصير، اكو دي صعد موجود تطور حلو.
اللطيف بها انه كلهم مدى يخرجون من موضوع كورونا والابتسامه. لا نفس الكورونا والابتسامه. يعني اشتغلوا بهاي المنطقه. والمساعدات. هاي المنطقه. اشارات حلوه، العلاقات الاجتماعيه اللي تناول مثل بالبصره تناول علاقته هو وزوجته وشلون تعذبه والاخر شلون لا هو يعذب زوجته، يعني اكو مواضيع جميله جدا. وهاي المواضيع لو كانت بيد معدين متمكنين تطلع برامج او تطلع مسلسلات من يمها. الف مبروك للجميع، واتمنى التواصل بارسال فيديوهاتهم وفيديوهاتكم متطوره وهذه النصائح الموجوده للشباب، واتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله يا ربي. مخرجنا هذا اخر فيديو انت الموضوع. اكو بعد؟ لا داني سبقت الحدث وقلت له للدكتور. يلا مو مشكله مشاهدين الكرام، روح شوف مشهد اخر راجع لكم. اوه يا اخي والله ملينا من قاعده البيت، شو وقت تخلص على سالفه كورونا؟ ايش مالك شو جاك؟ انا يما مخبصتنا شو شنك العافيه واحده. يا اخي شو وقت تخلص على كورونا؟ ضجنا من قاعده البيت، مقابلين النقالات والتلفزيونات. شو تريد؟ احسن تتمرض وتمرض عائلتك وتمرض نفسك وانه بصير السالفه، بس الله ييسر منه. صدق حسين خلني قعد شوي بالبيت ونفسك شو وزاره الصحه تقول وهذا اختصاص يقولون بس تقعدون بالبيت راح ينتهي هذا الوباء وان شاء الله هي ازمه وتعدي. ندري بس تعال اقولك انت ما مليت من هذا الروتين وقعده البيت. هو مو كله بوبجي، خلينا نطور من انفسنا ونستخدم هذا الفراغ اللي عندنا بشيء مفيد لنا. هو ان شاء الله ترى تقدر تسويه في هذا الفراغ اللي جاك، مثلا تلهي بيه نفسك، تقرا كتاب، تسمع لك محاضره، تساعد اهلك بشيء بالبيت، وهم يقولون رب ضاره النافعه، بس انا اعرف هواي ناس كانوا محتاجين هذا الوقت واجاهم، يعني شلون فرصه ايجابيه وعدل اجتهم. اي والله كلامكم صحيح، نسال الله شفاء جميع المرضى. خليك بالبيت. بعد وقت بعد اسبوع يا رب الله ودك. قبل كذا كذا خلنا احكي لك شيء ثاني. اي والله. سيد هذا منه سطر اطراف. لا بعدنا ترى سيد قال هاي الفكره. وانا يلا انا اقول لكم خليكم بالبيت وحافظوا على نفسكم. أنا قبل شوية قلت لك هذا آخر فيديو، حبيت أشوق المتابعين وأيضا المتسابقين اللي دي يتابعون فيديوهاتهم. مشاهدين الكرام، حلو أنه الشخص يقدم نصيحة بطريقة كوميدية. شو رأيك بهذا المشهد؟ خليك في البيت أحسن خليك في البيت، يعني قلكم خليك في البيت فرعا نعلق. مشاهدين الكرام، نروح نشوف مشهد آخر وراجعين لكم. سمعت بالإذاعة يقولون كورونا تجي بس الكبار السن من 70 فما فوق. صحاب غايب اقول لك ابو نعيب. إيه؟ انت ايش قد عمرك؟ عمري 69 سنه بس يا جماعه عد منعه كلش غوير مثل الشباب وزود، او يقولون لا رد انت زيد عندك المنعه عليك بالليمون، او يا جماعه صرت لك بهالليمون ورد لك لورا حتى صارت عند حموضه. انت محمد من قال؟ بس انا اقول ان مو شرط كورونا تجي الكبار السن، حتى الشباب والصحه تقول اللي يلتزم بالقوانين كورونا ما تلفي شله، والما يلتزم بالقوانين كورونا تشيت بجسمه، واذا تشيتت بجسمه شو تسوي؟ افرمت. انت الجالكسي انا حاب اعرف اعراف كورونا. السعال بعد سعال. السخونة من أعراض الكورونا. السخونة، المماعين، العطاس، يصير عندك ضيق بالتنفس. ضيق؟ بعد عطاس، بعد سعال. ضيق السلق يقوي المناعة. طبعا يقوي. شو يقوي؟ انت عندك ضيق؟ انا ما عندي ضيق ولا سعال. الحمد لله والشكر. صار لي شهرين ما عاطس ابشر. تحياتنا عمار هاشم من البصره. عمار متمكن، لكن المشهد كان اقوى شوي. اي عمار متمكن، طاقه حلوه شبابيه مبدعه مع الزملاء حلوين حلوين، لكن خلينا نكون كلمه حق، ذاك اقوى من هذا المشهد. يعني اذا تحطه كفه ميزان. يعني لما ذكر المشاهدين اللي هو قام يشتغل يساعد زوجته بالمطبخ والامور هاي وضغطت عليه اكثر من اللزوم، يمكن بهذا المشهد هم كانوا تعبانين خاصه ذاك المشهد. لا هو ذا يوصل فكره انه الاعمار الكبيره والرجل الكبير يعني تجي اكثر الفيروس، فللطرفه انه اكو رجل كلش كبير بالعمر قالوا له
كورونا تستهدف الاعمار الكبيره راح لبس ملابس مال اطفال. حلوه للنكته. تحياتنا اليك عمار بن البصره. ننتقل نشوف مشهد اخر وراجع لكم. وين لو عند عمل الامه تحيدي شعري الحضر عشان نسوي بيه طلع حمامات ما ادري شنو يعني على بالك واحد قاعد بغابه مزون. شوفني انا قاعد تجي يعني هسه تمن تروح تطلع من هنا وتسلم على صديقك، تدري صديقك وين كان؟ ولا والله شو مدك هو حامل الفاروس، انت من راح يسلم عليك راح ينقل لك الفاروس لما راح يسلم؟ اكيد ينقل واحد تجي وين تجي تريد تنقله؟ لعائلتك صح نعم صحيح؟ صحيح في حفاظنا عليك وعلى عائلتك وعلى صحة المواطنين، خليك بالبيت. جيد حسالي حبيبي تعال يلا مشينا نطلع يلا اخوي مشينا يلا صح قاعد وخليك وين براس شارك حفاظة على سلامتك وسلامة المواطنين خليك براس شارك هذا ربعك ما تدري وين ما كان ما يعني شوف شعاري تحياتنا لك حسين خليك في البيت هم خليك في البيت هم خليك في البيت أم شوف بس أنبه الشباب ما وصلوا للكوميديا أي يعني أنبه الشباب الاعلام ما مقصر الفضائيات ما مقصر ما نخليك بالبيت احنا يعني كله تعوفوها هسه يعني اكو لكن احنا ليش ردنا ان يكون كوميدي ان نستقبل المتلقي بشكل جميل يعني انت لما قلت له خليك بالبيت يعني ما عجبك الفيديو طبعا ما عجبك ليش الجامل لا ما يصير الجامل ما يصير يلا مشاهدين الكرام خلينا نشوف فيديو بلكي يعجب دكتور كريم خنجر شوف مشهد اخر راجع لكم بس بدك تفهم ما عاد كم باب انتم بالبيت ليش اعطيك مال الباب شو العقده وعدك اجي الباب شو تريد حبيبي جبت لكم صفره رمضان صفره رمضان اسف لان عصبت عليك الله تبغى الغيره العراقيه تبغى عاداتنا وتقاليدنا ما تنسي رغم كل الظروف بس ما قلت لي شنو بالسفره كمامات شوف ومعقم معقم ايه؟ لا هنا خربني ليش ما عجبنك طبعا ما عجبني طبعا ايه ارجعها اذا تريد لا لا ارجعها عادي اخذها شو استقبلها عيني تشوفون فين اليمين والايسر ضايق عندك عندك الكمامات تستعمل استعمال واحد وبها عاد سوي عاد سوي زين والمعقم والمعقم بتايت تايت يعني بعد ما حد يذكر جاره مثل فطور بشرب يعني هاي شيء نسي فطاح التشريب لا لا مو هالدرجه يعني شعر بعد البنج تمر هي حبيبي حبيبي شغلات ما نسيتك خويا شنو هاي؟ هاي وحده بالبيت حبيت تقسم انا وياك ما ناسي كان يعني هاي لك وهاي لي يعني تقسم بيني وبينك بيني وبينك رمضان كريم حياتنا لك سعد الشاعري من البصره ومتسابقين البصره يعني ما شاء الله متسكين البرنامج على محمد ابو محمد قاسم مثلهم القاسم يمكن مبدع تحياتنا لك تحياتنا له شنو رايك بال انا هذا حقيقه عجبني هوايه اكو اشارات جميله جدا انه الطعمه اللي يجيبوها للجيران أي. بدل ما يجيب له شوربه هاي جاب له ولو هي عاطس بيها كمامه يعني اثنين يمنى الجفوف وبالتالي فكره حلوه بس عجبتني التعقيم اول ما فتح الباب تعقيم اشتغل كوميدي لطيفه حلوه لطيفه بسيطه عشان هاي دقه الباب طب طب اي استغل كورونا برمضان قبل فعلا كان الجار يدق على جاره يدز له اكل يجيب اكل يجيب له لبن يجي يعني واحد يعطي للداق هاي بدت تنفقد عندنا علينا ان احنا اسب كورونا نحتاج لمة العوائل مو يلمون يعني يجتمعون لا يتذكر صح. جار عليه يتذكر جار الحمد لله حد الآن هاي واحد يذكر الثاني موجود يعني دي يجوك يعني يدزلك جارك ولا ما أدري ما يعني منطقي ما بيها جيران الحمد لله شكر تحياتنا تحياتنا لكل الجوارين العراقيين إن شاء الله ورمضان كريم يا رب عليكم وعلى كافة المبدعين الشباب اللي قدموا اليوم وجهد كبير طبعا هذا الجهد المشهد الصغير الى جهد ترى هسه من صدق هذا اخر مشهد مو في ذيك الساعه تعيات المخرج قدم رساله للشباب رسالتنا انه اهم شيء تبقون بالبيت واهم شيء انه يكون ابداعكم تعرفون هاي الاف او ملايين الناس تباوعكم وابتسامه حلوه واكو دا تابع عن المشاهدين تجيني رسائل وتجيني مسجات فرحانين بهذا المشاهد
وألف مبروك، واتمنى لكم رمضان ويوم سعيد إن شاء الله يا ربي. يلا دكتور شو رأيك لو أنت تختم على عامة؟ أختمت السبيل. توجه شو تحب توجه التحية لعمار الربيعي البخر الزايد وأيضا الأرشد بالسيجي والمناف بالبيث وأيضا حسين بالمونتاج المونتير، يعني كل ما قلت لك ياهم أنت لك الختام. يعني شباب أنت شفتوا المشهد صغير وإيش قد تتعبون به. زين احنا ايش قد هنا، مو انا احكي على نفسي، لا كل الموجودين التقنيين قبل ساعات حضروا بالمشهد. يا دكتور قول لهم انتظرونا الحلقه القادمه والى اللقاء. تحياتي كافه المشاهدين، وان شاء الله الحلقه القادمه تكون منها افضل من هاي الحلقه واكو تطور ان شاء الله، واتمنى لكم رمضان سعيد ويوم سعيد ان شاء الله. تحيات المقدم سمير. الى اللقاء.